السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه، اخباركم ايه؟ المره دي سمسم اللي طالع معايا مش لالا. فيديو النهارده عن نبته ملعونه. النهارده فيديو عن نبته معينه كانت بتصنف زمان من ضمن النباتات الملعونه. النبته الملعونه دي اسمها الطماطم، وطبعا هتفتكر ان ده فيديو تقليدي وان هي طماطم بناكلها وخلاص عن السلطه. خلينا نقول في الاول انها في مصر بتتسمى قطط. ايه هي بلدنا اسمها طماطم، لكن هنا اسمها قوطه. خلاص انت حور قوطه. يا مجنونه يا بنت المجنونه يا قوطه. وفي الشام معروفه باسم بندوره، وكل دي اسامي اجنبيه، لكن اصل الطماطم من امريكا والمكسيك، وبعد كده المستكشفين الاسبان والبرتغال نقلوها للعالم كله، وكانوا بيقولوا عليها اسم النبات الرديء، والقبائل القديمة ضموها ضمن النباتات الملعونة زي البتنجان والبطاطس والتبغ ونبات ست الحسن. وظل هذا الاعتقاد الخاطئ إلى أن جاء العلم الحديث، فعرفوا طبعا ان الطماطم من اهم الخضار على المائدة، وانك بتقوم من النوم تدور على حاجة تاكلها، فلما بتلاقيش بتفتح درج التلاجة وتطلع طماطمية تاكلها. وتعالوا نهبد هبدة صغيرة، وخاصة المائدة المصرية، وهي طبعا لها استخدامات تانية. لما بتكون بايظة بنفضل نرمي البايظ منها ولا المفعص على الناس في الشارع. اكيد وانت صغير كنت بتعمل كده. نعم، زمان لما كانت الناس بتعصرها بايديها، او التفل بتاعها لما بيطلع في الخلاط كان اي جردل موجود على السطح وبنرمي فيه البذره وخلاص، يمكن تطلع طماطم، وخصوصا ان هي بتطلع طماطم فعلا، لكن طماطم بلح. والطماطم بتتاكل نيه او مطبوخه او في هيئه عصير، لكن لما بتتعمل مطبوخه كده ومسبكه وبتبقى ريحتها تجنن كده مع المسقعه، لكن للاسف بتفقد كميه كبيره جدا من قيمتها الغذائيه. طبعا ممنوع منعا باتا اكلها للمصابين بامراض المعده والحموضه والتهاب الامعاء، واللي معدته ضعيفه وعنده التهاب في المستقيم. يستحسن ان انت لو اكلتها وعندك شويه الامراض دول او بتشتكي منها انك تشيل القشره، لانها صعبه الهضم بعض الشيء. الطماطم كويسه جدا للناس المصابه بالروماتيزم، لكن تاكلها بعقل، والحصاء البولية والكلى والمثانة والتهاب المفاصل والتعفنات المعوية، وكمان بتساعدك على خروج الفضلات ومكافحة الامساك. كل ده في الطماطم. كل ده في الطماطم، واستنى شوف اللي جاي. الطماطم مفيدة جدا للناس اللي عندها مرض السكر، لانه بيحتوي على عنصر الكروميوم اللي بينظم معدل السكر في الدم ويحارب سرطان الرئتين والبروستاتا، بسبب احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة بسبب مادة اللايكوبين الموجودة في قشرة الطماطم، وده اللي بيخليها حمراء. طماطم غنية بفيتامين ب وجيم، وفي نسبة قليلة من فيتامين ألف ودال، بالإضافة إلى العناصر الغذائية الأخرى، لأنها تحتوي على 1.1 بروتين، 4.2 كربوهيدرات، 1.1 أملاح معدنية، والأملاح المعدنية زي البوتاسيوم والصوديوم إلخ 6.1 مواد دهنية وملونة، 1.6 سيليلوز، وهو عنصر بيهضمه الجسم البشري، وهو من الألياف غير قابلة الذوبان. هو بيساعد الأكل أنه يتحرك بسرعة في الجهاز الهضمي بشكل أسرع، فبالتالي يمنع الإمساك. وثمرة واحدة من نبات الطماطم كافية أنها تديك طلت حاجتك اليوميه من فيتامين جيم. طب فيتامين جيم ده بيعمل ايه؟ يلا بينا نشوف. فيتامين جيم المسؤول عن علاج نزلات البرد والانفلونزا، علاج الامراض الفيروسيه لو استخدمته بشكل صحيح. وثق الدكتور فريدريك كيلنر 60 حاله من مرضى شلل الاطفال، واللي عالجهم عن طريق حقن تحتوي على فيتامين جيم، وكمان خفض الكوليسترول في الجسم. كمان الطماطم بتخفض ضغط العين المرتفع اللي بيسبب مرض نادر اسمه الجلوكوما او الميه الزرقاء، او اسمها العمى البطيء، واللي ملهاش علاج خالص في العالم حتى الان. ينتج الكولاجين، وهو البروتين الضام في الجسم بالضاد، زي الجلد والعظام والاوتار واللثه او اللثه. كمان تستخدم الطماطم في علاج الاثفان او الاثفان، يعني القلو. الرجل المصابه بالقلو بتنقعها في ميه دافيه لمده 10 دقائق، وبعدين تقطع شريحه من الطماطم وتحطها فوق القلو، وبعدين تلف رجلك بقماشه، تلفها كده بالشريحه على رجلك وتشيلها الصبح لمده 5 ايام. اليوم السادس مش هتلاقي اثر للقلو، وان هو اختفى تماما ومش هيرجع لك تاني. ولو خلطت عصير الطماطم مع شويه جليسرين مع سنه ملح صغيره وتدهن بيه الوجه والايد، بتخليها ناعمه جدا، وبتشيل من عليها الجلد الميت وتبيضها وتفتحها وتنعم. كمان الناس اللي بتعاني من التهابات العين بسبب اللحام او الصناعيه، او بتعاني مثلا من التهاب العين بسبب الشمس، او بتشتغل شغلانه بتعمل لك حساسيه والتهاب في العين، بتقطع شريحتين من الطماطم بتحطهم على عينك لمده ساعتين، بتسحب الالتهاب او الرطوبه اللي في العين. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا ريت تعملوا اشتراك للقناه ولايك للفيديو، واي حاجه محتاجينها هتلاقوا الصفحه تحت في الديسكريبشن. سلام عليكم.